أهلا بكم مجددا، وما زلنا مع أجواء الاحتفالات في السعودية. وينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض موفد تلفزيون دولة الكويت محمد فهد. محمد أهلا بك، كيف تبدو مظاهر الفرح والاحتفال باليوم الوطني السعودي؟ أهلا بك فاطمة، مساء الخير عليك ومساء الخير على السادة المشاهدين. في البداية نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية. فاطمة، نحن الآن متواجدين في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وشعار هذا العام في اليوم الوطني للمملكة هو شعار يحمل مدلولات ذات أبعاد تستقرئ المستقبل، وهو يتحدث عن المستقبل للمملكة العربية السعودية والتطلع الذي يتطلع إليه الشعب السعودي. شعار هذه القمة هو همة فوق القمة، وهذا الشعار استلهم مما قاله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن الشعب السعودي حين قال في أحد المؤتمرات أن همة الشعب السعودي مثل جبل طويق، وجبل طويق هو من الجبال الشامخة والمرتفعة في قلب المملكة العربية السعودية، وطبعا هذا هو حال الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. هنا في مدينة الرياض قمنا بزيارة إلى عدة أماكن فيها مظاهر للاحتفال والنشاطات التي تصاحب هذا اليوم الوطني. قمنا بزيارة لشارع الأمير محمد بن عبد العزيز المعروف أيضا باسم شارع التحلية، وكان هناك عديد من الفعاليات التي أقيمت في هذا الشارع، وهو أحد المواقع المخصصة لإقامة الفعاليات احتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة، وقد خصص في الرياض 14 موقعا للاحتفالات في هذا العام، منها على سبيل المثال شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وأيضا طريق الأمير تركي الأول. هذه كانت يعني طرق تمر فيها السيارات، الآن في هذه الاحتفالية أغلقت من الجانبين واقتصر فيها على الفعاليات التي مصاحبة لهذا اليوم الوطني. هناك عديد من الأنشطة تنوعت ما بين الفرق الموسيقية والفرق الشعبية التي قامت بالعرض في هذه المواقع التي أغلقت كما ذكرنا من الجانبين، واقتصر فيها الحضور على السير بالأقدام. بالإضافة إلى الفرق الفنية والشعبية، كان هناك أماكن مخصصة للأطفال يقومون فيها بالرسم واللعب تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، لكي يشعر هؤلاء الأطفال أيضا لانتمائهم الوطني ويساهموا في إنجاح رؤية 2030 التي يتطلع إليها الشعب السعودي. فاطمة، ونحن نقوم بالتصوير لإعداد التقرير السابق واجهنا بعض الأخوة والأشقاء السعوديين، وكنا نقول لهم أن نحن ملتزمون بالعمل، ولكنهم يصرون علينا بأن نلبي طلبهم بزيارة للبيت ليقوموا بإكرامنا وعزيمتنا على العشاء أو الغداء، فلهم منا كل الشكر على مشاعرهم الطيبة تجاهنا، وأدام الله على المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين. نعم. آمين. محمد فهد موفد تلفزيون دولة الكويت، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.